ولا هم شخص هم معلق غريك رابا معلق غريك رابا وصو وطني معها كل مية صو ملي هين هدعو كل مية هدعو صو ملي سيدي عبد نوغو قرمتين ما ننتي عن القاعدين باهني أيانا نغونا ما أنت واتشب كيغا وقصو بحينا مدى من واحد مدى حوينة قاعدين عاقان نحي مرنبا كما حالنا وارما بيتي با وداني بين وضع نحي ميتا وحبين نغم قلين وايد سلامة يا دوا درك تسقو رن ما يوفرتينا ما لبا كل ليفيسان لكن عيرو إذا نورن ما يو فرتينا يديسان ما ورانا يو أنا مهدي مية أو أبو حموشانا أنا 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 حزبك هو كده ولا بودهانته سدوا كلامنا بلان قاعد دونين أن نقوله بشيء لا حزبك هو رأيتيا إن شاء الله بإذن الله البارك سدوا وقفي عنا هذا ما يركي أرينا ما بقي أيوم عبد الرحمن هنا مصبي هو وقفي عنا يا تاسمور الملا حفلة سير سرالوس وعاسمي أوتارنايد سودوينتا سياسيين تيسي دو كليا خلدوركا بلوينتا أحمد شق إسحاق أكل الدجاج مرودي شح تقدر يجبيلي أي واحد حفلة سهر سرالوس وعاسميها بين مدي حالي كقبتان هوتيل منصور مقالة هرجيسة حفلة داسي أو دار نادين كوسو بيران حسب معارض كاه وضني وحكسو قيب قلي مشرح محمد حويني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو يصدو كله قدوميها حسب معارض كاه وضني حرسي علي حاج حسن مسؤولين كاترسان قولها وكيلة ايش مريد السومالي لان مرتي شرف اقوينها وايليو وحقرد دمان توديوكو خادلاده كوكلة دنبيي وحيي دهدين تاريخ دبين يا اللي غشايد عبد الرحمن يا موسى بيحين ومسنا عبد الرحمن يا موسى ومسنا موسى وحي لحرق يسمى مكيدان اناس كاشر احدان عبد الرحمن وحي الواقع ايدان ما حين كنت مدح بنود مغلسة ودوم يود مغلسة اسماعيل يرى أن يقانو بلانتا كما بحنو بلانتا رروغا ننهو بلانتا كما بحنو وحنو بلانتا كوكا الله إلهي نو الله ارتقنا عدنا وكو وفنينا سودا وادا وحن كوكا بقبينا يا تصالي رفي عمد دوني أنا كوكا بقبينيو هرگیسا سومایری نموگمای دارن سومو وناچین سیدارن هرگیسا ودنیم این نموگم وناچین عبد الرحمن یه حرسی وحی وناچین این سومالی لان تاسوا پرلان سومایران آرک وحقامت کی کلا هتیگا که این نموگه و ودنی نکی تون ایسکه هلو وحقبتك عبد الرحمن يحرس باله سداو وغفي عنا هذا ما يركيو هرينا ما يوقي أيوم عبد الرحمن هنا مصبيح وغفي عنا يا تاسمون الماله أدن سودوين يا بسلا أدن سودوين يا مرحبا نحن حزبك الرجال الشعب كان سوبالي لو قلت بأسولي وانا يا عفر قلت سنتا مجد بكا يحبك الله يشو برجع شن تأكل بالسوق وين تكذب سود وين تكذب هالكلام هسه أخي ما لبين مخلين لبده هسه با بلن سحبة يكليين ملح وينا يكذب يا حسبك بلن تال عيكليين وحوي هريمان لقاه الله يحبذ واحد ترافقه هريت كله هسه كله شيء وامدين تكذب هريت كله هلا قاعد لي وأقوم الله ينقم مخلين يسوع
وكوميدمنت رسمي وي ودواء برشيد او كيمي وين تحكيني نارتا اكيد انا لو كملت برشيد اكثر جاي يا برشوي تينا سلايكو تاكل سريت ورطي الله والله حسبك المحايد دورتين حسبك الرجال الشعبك كو وحيك دورتين بوغوري والله والاخرين بوغوري حسبك وحلو والاخرين قولوا سيدي هسو شاكيسو الرقا سرقو جرما لما عام بالرقا حسبك ما تكتب سنة رقو لب قلي نوعي دون تبع النقطين معها قفك عافماتك خبا ايه بلا قلبتين وكوي بسنة وأنا أقول لك أن هذا المكان هو الذي يحصل عليه 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 وحا رجد وموقتا اولا ايدي كربا عدك بردي واسيدي عدو لبسين لهايدين عدكي ناتل شعرو دكتور عبد الرحمن بحي عبد الله بلنتين وامحي بلنتين وامحي قدوم يا حسبك ايو هدي مثل مشرح من الحرين مشرح اللي يمتحبري فيك بان دمان تودا ان اينو اسكرب تاقنو ما انتي اوريكو براتك وحن لدي عر وحن كل قرب تاقن هاي نفطا مالكا يا مرقا ما ادري عنك انت تاكلني سوما حتى اوبر بركيك بحلوة في الغالين وصو قابل ايام يا حزبي معارض كهوا وانكا قاطي ودعا يدي فريقي هرب ما تقالي كيرو وانكا وامر كانوا كود عيلة ويان ما انت روح حتى بشارة ايسان ما دي حوينها مستقبل كعضاء عدكو قلت ارتمي سامتلتو نيك السابه اسكهدلو نيك السابه اسكهدلو أنا أقول لك أنا أفكر لك أنا أحمد شيخ سحاق ترجع له وحان إذلاي هاي مودان مدح وينه وأنا ذي تاجر سنة هاي وأنا ذي تاجر سنة هاي أنا أقول سيدي أدوات خبري رو سيدي أدنا أقول قرمتين ما ننتي عن القاعدين باهني أيانا نقول ما أنت واجب كيغ وقصوا بحينا مدى من واحد مدى حوينة قاعدين عاقان نحي مرنا بك محالنا وارما بيتي با وداني بين وضعنا هاي ميتا وحبيننا دا مقالين وايد سلامة يا وحن كفر أحسن هاي إنا كم بيض نبضو حسبيغا رجادة شعبكا وداني أنيقو بلان قاضي إنا نبضو بالشا إيو حسبك وكل دولة جودها أنت سدوك لنا بلان قاعد دونين أن نقوله بشيء لذا حسبك وريتيا إن شاء الله بيرم الله البارك سدوك لنا وحن بلان قاعد إن إنا نعود كي يجا يعدون ذي ذا بيشة أحمد شيخ صاحب جودها أنت إن أنا لبر برتاجنا هاي أن سدوك لنا أقوله لين دونه مدن مدحوين دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرب وهابين وين غير احمد شيخ اسحاق انا سو وين انه خورينا حسبك او جيرين خورينا خلبان او لهاين غولها ديغانك او لهاين بارلمانك او لهاين مركا عاونا وا سو دويننا وا كو سو دويننا ديارنا waxay weeyeen inay soo saaraan madaxweynaha عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو iyo xisbiga gudoomiyaha xisbiga soo sida maaha ilaahay waxaan ka baryaynaa inaynu guul helo guusha qaadno ilaahay ina guuleeyo deewaad aragtay isagoo oran maayo fartiina malab baa ka leefaysaan laakiin ciro idin oran maayo fartiina ayadaysaan ma oranayo waa nin wax dhegaysta wax qaata
talada qaata wixii loola tago yeela sharaf weyn bay tahay laygu sharfo maanta anigoo ah marka badana waa kaftamayaa ciyaartoyada ay ku soo biiraan hadii la ugu soo dhaweeyo masraxa waa sharaf weyn marka waxaan madaxda iyo dadka madasha jooga u qirayaa in xisbiga wadan yihiin xisbi ballaaran oo u furan qof kasta iyo muwaadin kasta oo reer Soomaalida waxaa halkan ka muuqatay hadalada dhacaya iyo sida bulshadu u hadlayso inay caddahay in musharaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani uu yahay musharax u diyaaray inuu qarankan maanta halka aynu taaganahay ka saari kara uu yahay waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa sidii uu sheegay chief caaqil arrintii uu taabtay oo ahayd codka marka laga reebo inuu maanta musharaxa xisbiga wadani uu u baahan yahay duco iyo taageero bari ilaa galbeeda aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa anoo mahdi iniya oo habar xamuushaada aad iyo aad ayaa farxada amuushaan aan u soo dhaweynayaa ku soo dhawaada wadani wadani lama kala laha hayin baa inoo wada hayin baa inoo wada xirsi oo firfircoon oo guddoomiyaha iyo cabdiraxmaan oo mansur mataalla labadaasaa inoo taadihinaya annaguna madaxdii ku xigtaanno aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa waxaynu u baahannay inaynu u ducayna inuu u baahannay in ilaahay xilkaa ku asturo shaqo adag baynu u diraynaa shaqo aad iyo aad u adag baynu u diraynaa baahida aynu sheegaynaa ayaynu rabnaa inuu wax ka qabto amniga dalkaynu rabnaa inuu wax ka qabto midaynta ummadda soomaaliland baynu rabnaa inuu wax ka qabto rajadeeda iyo hankeena inuu xambaaro inuu rabnaa ummadnimadeeda inuu soo celiyo inuu rabnaa ciidankeenii qaranka inuu dib u dhisa aynu rabnaa xuduuddeennii si nabad aynu ku tagay aynu rabnaa waa shaqo aad iyo aad u culus aan u ducayno ilaahay u marinno waa hubnaa kartidiisa iyo daacadnimadiisa iyo qofnimadiisa inuu shaqadaa qaban karo waana sababta aynu ugu dirayno walaxba sheekh saxaab macid la qari karaaba macid la qari karaaba caawa soo wadani ma aha kulmiyo soo umalihiin ha dhaco kulmiya ha dhaco soo malihiin soo idinku ridi maysaan cabdiraxmaan soo soo saari maysaan idinku ilaa intii maalintaa la mudeeyey hal xaflad bay qabsadeen kulmiye hal xaflad buu qabsaday intii la mudeeyey inan 2016 xisbiga wadani ka tagtay ayaa habeen dhowaan isugu wada tageen markaasay saxabka tumayeen inanta kama xumin laakiin 2016 xisbiga ka tagtay annaguna waxaanu xafladaha u qabannaa maalinta ay ugu yaryihiin waa inta halkaa fadhidaa oo rag iyo dumar bay isugu jiraa weeyaan kulmiyo waxaa isugu haaday qof lexa jeclo soomaalilan ka qaba caawa kulmiyo ma joogo qof soomaalilan badbaadada jecel caawa kulmiyo ma joogo qof soomaalilan inays haysato oo ay wada jirto ay walaal ahaataa oo jeceli maanta kulmiyo ma joogo kulmiyo waxaa isugu haray ciilkii cadhadii aflagaadadii weji xumadii arag xumadii baa isugu hadhay caawa kulmiye soomaa sidaa ragga u hadla waad aragteen ragga u hadla habeen iyo maalinba ragga u hadla waad aragteen qaar kuuskuusan oo gaagaaban qaar burburan oo nooc kale ah qaar waxay ku hadlayaan aad ka yaabto oo maantana hadlayay ayaa u hadla innaga caynu waa inaga mamnuuc waxaynu soconnaa soomaalilan oo wada jira soomaalilan oo meel wada socota rabitaankii iyo hankii iyo qabkii iyo sharaftii soomaalilan oo maanta soo celino beesha axmed isxaaq toban jecli halka fadhida haweenweynaha odayaasha dhallinyaradii akhyaarta kala duwan waa idin soo dhaweynaynaa waa mahadsan tihiin waa idinku faraxsannahay aad iyo aad baan idinku hambalyaynaya beeshan maanta halka joogta ee gelbinaysa xubnaha halkan fadhiya gelbinaysa ee horena xisbiga uga soo saartay beesha halka joogta ee gelbinaysa xubnaha halka fadhiya ee horena u soo saartay xildhibaan axmed tima jelec waa beel mug weyn oo magac weyn oo sharaf iyo karaamo mudan waa ka guddoonay ducadii ay u duceeyeen musharax iyo xisbigaba
taageeradii waa ka gudoonay horana waa la idin arkay imkana insha Allah taala waa idin soo dhaweeyneena waana iskaashanayna guushayna iskaashanayna guushayna iskaashanayna insha Allah taala gacmo furan iyo qalbi furan ku soo dhaweeyneya siyaasiyiinta iyo hawlgalka aynu caawa halkan ku soo dhaweeyneyno xisbiga ku soo biiray ee ka tirsan meeshu horay xisbiga uga tirsanay laakiin waxaan soo dhaweeyneynaa hawlgalka ay ka mid yihiin brofesarada iyo agooyahanka iyo siyaasiyiinta iyo hawlgalka beesha sidaa la sheegay berigii hore intaan kurmiyay ka tirsanaan jirta laakiin maalintii ay noo keeneen xildhibaanka ayay si buuxda ugu soo biireen xisbiga iyana waa lagu kala xalay kaftankii caaqabada ka sheegayna maalintaas waa kaakii ducadii waxaa laga marag furaya caaqilka jiilka ducadayna antaa duceeyee waa la aqbalay waa rutiisa baarlamaankeena marba maanu galo deegaankeena marba maanu galo madaxweyneena marba maynu gelin ducadoodu insha allahu maqbuulo wey maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121